ولدت في الكويت سنة 1937، تعلمت في جامعة القاهرة قسم الصحافة، بدأت العمل في نيويورك في رسالة إذاعية عنوانها يوميات سيدة كويتية في نيويورك، هي فاطمة حسين. في الحياة كيف يمكن استثمار، ومن هو المسؤول عن استثمار الإنسان في الكويت؟ شوف أخوي، قبل ما تستثمره لازم تربيه بحيث يكون عنده طاقة تستحق هذا الاستثمار. تسلمت إدارة تحرير جريدة الوطن عام 1991، حركة النقد أنا أعتقد في الوطن العربي جدا 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 ضعيفة، وهي سبب رئيسي من إحجام الناس عن القراءة كما يجب أن تكون القراءة، لأن ما في قيادة، وسبب في هذا الغث اللي قاعدة تطلع المطابع كل يوم، والمتاجرة بالكلمات والأغلفة الجذابة. تقول عن نفسها: دخلت الحياة وسوف أخرج منها دون احتراف، لأنني عاشقة كبيرة لحريتي.